تجد يعني طبيعي ان الاخوان يسميوها بوثيقه ديال الفهم، لان اهم او اهم حاجه اللي كنسجلوها هو انه ما تمتش الاشاره نهائيا لواحد مجموعه ديال الوثائق اللي هي الثانيه مرجعيه على مستوى الجماعه، اللي هي برامج العمل لا سواء ديال الجماعه ولا ديال المجلس الاقليمي ولا ديال مجلس الجهه. وبالتالي انه كما كنلاحظوا في الوهله الاولى انه يعني هذه الوثيقه كان طلب تقدم، يعني واحد التشخيص اللي هو متقدم، واحد كذلك واحد مجموعه المشاريع اللي تم اصلا على المستوى الترابي انه تم يعني التراجع عليها وتم يعني التخلي عليها وكنلقاوها باقا كتولد. وبالتالي انا كما قلت بانه متقدمه ومجهود ولا الجهد المالي ولا البشري اللي تبذل، وحاليا حتى التطور اللي وقع على مستوى الانجاز كما تكلمت على البرامج العمل ديال المجال الترابي، انه يعني من العيب انه ما تكونش وارده نهائيا وما يتمش يعني الاسترشاد بها على مستوى هذه الوثيقه هذه. وبالتالي حتى ملي كنتكلم على 25 سنه وما كنلقاوش يعني حتى على مستوى 25 سنه كي ممكن تكون واحد الجدوله زمنيه واحد الاولويات، واحد مجموعه الامور اللي ما بدناش كتبنى يعني الامور يعني متداخله في 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 فيما بينها. وبالتالي فكيغيب على الطابع المحيط العلمي ديالها. كذلك على مستوى يعني الاخفاء ديال مجموعه النقاط، يعني المساله ديال الحديث على الحمايه ديال المناطق الرطبه الى هذاك الوقت اللي كنعرفوا بان المشروع ديال المنطقه الصناعيه ديال هريج مبرمج في المناطق الرطبه، يعني كيفاش هذه العمليه ديال الاجابه على يعني على 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 يعني الاحتضان ديال هذه المنطقه، هذه المنطقه الصناعيه كيفاش يعني المحافظه في نفس الوقت على البعد البيئي. النقطه كذلك اللي تابعوا الاخوان من قبل مني هو انه تم اختزال ديال الحديث على الساحل على مستوى يعني الكورنيش ديال هريج، وقت ان الساحل يمتد يعني كيلومترات على مستوى يعني جنوبا ولا شمالا. وبالتالي فهذه المناطق نفسها يعني في حاله تاليه يعني تكون عندها هذا فيها واحد التصور ديال التهيئه، ويمكن تكلموا فقط عاد ما نمشوش بعيد على منطقه الغديره اللي هي تاهي والمنطقه اللي هي ايضا مجاوره تاهي للساحل، ولكن يعني رغم ان دخل المدى الحضري يعني كينقصها واحد الشيء كثير على الاقل بنيه ديال الطرقات والربط ديالها بالجماعه ديال العريش. اذا واحد المجموعه ديال المشاريع، وكما قلت اذا لو كان يعني تم الاعتماد على برامج العمل ديال هذه الجماعه سواء الجماعه العلاجيه ولا كما قلت يعني الجماعه المحيطه، كان عاد يكون يعني تم اغلاق واحد الشيء كبير لهذه الوثيقه هذه. للاسف يعني يعني نقص هذا الجهد اللي كان من المفروض انه يتبدل، وبالتالي كنا نخرجوا منا مشاريع تعطينا مشاريع اللي هي عندها اولويه، واضافه طبعا حتى يبقى الضغط على الجماعه ديال تعبئه الشركاء وباقي المتدخلين. وشكرا.